ننتقل إلى السويد، حيث أقدمت جماعة إرهابية متطرفة بالاعتداء على أحد المساجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، وصف بأنه اعتداء إسلاموفوبي. وقامت الجماعة المتطرفة بتعليق نسخة مثقوبة من القرآن الكريم بسلاسل قرب مدخل المسجد. نشر مسجد ستوكهولم عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعية صورة للاعتداء المتمثل في تعليق نسخة من القرآن بسلاسل على حديد في باحة المسجد. ولفتت إدارة المسجد إلى أن مسجد ستوكهولم ورواده يتلقون تهديدات باستمرار من قبل عنصريين، وأشارت إلى أنهم قرروا نشر الصورة والمعلومات حول الاعتداء للفت أنظار الرأي العام وكي لا تصبح جرائم الكراهية أمرا عاديا. وسبق أن قام عنصريون برسم الصليب المعقوف مرة عدة على باب المسجد وكتابة عبارات إسلاموفوبية. من الجدير ذكره أيضا أنه خلال السنوات الأخيرة اتسعت في الغرب رقعة الإسلاموفوبيا التي تعكس نشر الخوف والتخويف من الإسلام وما يترتب عليه من اعتداءات ضد المسلمين دون اتخاذ الدول المعنية أو المجتمع الدولي خطوات حاسمة لمواجهة ذلك. وكان رئيس الشؤون الدينية البروفيسور علي أرباش وزير الشؤون الدينية التركي قال: خاصة في أوروبا نشهد أن لغة الكراهية الناتجة عن الإسلاموفوبيا مدعومة أيضا من قبل السلطات الرسمية. هذه المعاملة التمييزية وغير المحترمة ضد المسلمين لا يمكن قبولها بأي ذريعة.